كابتن عبد الجليل، من الحاجات اللي كانت ملحوظه امبارح انه كان لعيبه كتير في الاهلي والزمالك عندهم مشاكل بدنيه واضحه. وهحدد اسماء: عمرو السوليه، حمدي فتحي، علي معلول، الونش، زيزو مش عارف كان عنده مشكله بدنيه ولا كان في مشكله في طريقه اللعب هي اللي ما خلتش زيزو يعني 3 4 ما خلتش شكله كويس. بس الفرقتين تحسهم انا تعبان، عشان كده لما لعيبه الشباب الزمالك نزلوا الشوط الثاني لا تحس ان في نشاط حصل في الملعب ومحدش عارف يجاريهم. دي حقيقه كابتن. علي معلول الجون الثاني الطبيعي بتاعه بيطلع بيوقفها صح، وهيوقفها صح. هو يعني من مش قادر يشيل، هو وهو خارج بيقول لهم انا تعبان، يعني بقه باين وهو بيقول انا تعبان مش قادر. فالكره دي طبعا بتاعت علي في الطبيعي، بس طبعا ان هو يوقف هنا او تقلش منه كده بالطريقه دي ده يبين لك ان هو مش قادر يوقف على رجليه، تركيزه رايح خالص. ده علي مثلا. نيجي لرامي ربيعه، على قد انا شايف كده كان كويس جدا لانه ما بيلعبش بقاله كتير وبعيد وكان محطم من موسيماني. انت فاهمني؟ ياسر لا بيشتغل وجاي من المنتخب وشغال. عندك السوليه تعبان، السوليه وحمدي. السوليه انا بقول له على الهوا ابعد عن الكوره لمده 10 ايام، لما تشوف حاجه مدوره كده ابعد عنها. طبعا هم مزاجوه. ها؟ هم مزاجوه. ما هي دي غلطه الاداره من الاول. ان سابوا موسيماني يلعب ب 12 13 لعيب فرحانين بالبطولات. احنا قلنا معاك هنا من 6 شهور الاهلي مهدد لان ما عندوش لعيبه. النهارده لما مين اللي ما عندوش لعيب؟ الاهلي. يعني ايه ما عندوش لعيب؟ على الورق عنده 30 لعيب. حلو. اللي جاهز 12 لعيب. لا محمود متولي جاهز ولا محمد محمود جاهز ولا صلاح محسن جاهز ولا حسام حسن جاهز. صح؟ ولا كريم فؤاد جاهز ولا محمود وحيد جاهز ولا ميكيسوني اصلا. يعني هو جه غلط. 7 لعيبه و7 اسامي. صح؟ النهارده حسين الشحات شويه فوق وشويه تحت، مفيش ثقه عنده. النهارده لما صلاح محسن ينزل يجيب جون حسيت اللعيبه لما موسيماني مشي في لعيبه شمت نفسها هتلعب، هناخد حقنا. لما النادي الاهلي يبقى معاه 18 لعيب 19 لعيب زي ايام فايلر لا يقدر. مش كل حاجه البطولات بس، انت بتهد جيل كامل يا كابتن. وده المشكله. انا بقولت توقعت النادي الاهلي هيقع الشوط الثاني. الناحيه الثانيه هو زيزو مش مجهد، لا زيزو طريقه لعبه هو مش عارف يلعب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، بس هو كان فايق يعني. انا حسيت ان هو كان بيدخله في العمق كتير عشان 3 4 3 كان عايز راجل يجري سيد عبد الله من ناحيه اليمين والاثنين كانوا واقفين على بعض، فزيزو كان دايما بيخش جوه وزيزو دايما بيلعب على الخط احسن. بالظبط. بس سيد عبد الله اللي هو نيمار ده لعيب بيلعب من فوق، جريء قوي نلعبه باك رايت، والاهلي ما استغلش الحته دي.